الحمد لله رب العالمين، القائل في المحكم المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سرنا كثيراً التوجيه الكريم من سمو ولي العهد الأمين وفقه الله للمسؤولين عن الرياضة في بلادنا الغالية بشأن العناية بالصلاة ومراعاة وقتها في جدولة مباريات كرة القدم، وأن عدم مراعاة وقتها غير مقبول إطلاقا. وهذا التوجيه الكريم من ولي العهد وفقه الله يتجلى فيه تعظيمه لشعائر الله وحرماته والعناية العظيمة بالصلاة والمحافظة عليها، فاللهم اجزه خير الجزاء وزده توفيقا وتسديدا لخير الإسلام والمسلمين وصلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. فعلينا معاشر المسلمين من الرجال والنساء والشباب والفتيات أن نعتني عناية عظيمة بالصلاة، فهي أعظم فرائض الدين، وأن نعظمها كما عظمها رب العالمين، وأن نحافظ عليها في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له ورجاء لثوابه والفوز بجناته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.